Students, I'm Rana Khalil from Al Bashair Typical Academy. This lesson is for 10th grade, Unit 10. Unit 10 يا مس أنت مطالب بس في الجرامر، لا معاني ولا قطع، أوكي؟ بس بدنا نشرح منها الجرامر ونحل تمارين الجرامر، أوكي؟ عشان هيك مباشرة بدنا نفوت على القاعدة اللي هي the past simple passive، الـ passive voice اللي هو المبني المجهول شرحناه مع المضارع، اليوم بدنا نشرحه مع الـ past simple، شرحنا the present simple passive. Today we will explain the past simple passive. Now, first let's remember the present simple passive. أول شيء إحنا لازم نتذكر إيش عملنا في the present simple passive. شو القاعدة؟ عشان بناء عليها بدي أحول أنا وأحاول أحول وأعرف شو التغيير اللي عملته لما استخدمت the past simple passive. Okay, Yamas. طلعلي على هاي الجملة. اللي هي active sentence جملة مالها مبني للمعلوم اوكي Ali eats an apple every day تمام Ali is subject صح eats اللي هو الverb an apple object و every day اللي هي الcomplement اوكي Now خلينا نشوف بدي احاول هاي السنتنس احولها يا مس ل passive voice تمام حاول انك تحلها لحالك يا مس اوكي حاول انك تحلها لحالك احنا شرحناها هاي عباره جمله مراجعه على قاعده البريزنت سمبل باسيف اوكي حاول انك تحلها لحالك قبل ما انا احلها ناو وين الاوبجكت حكينا انا دائما راح اكون مطلعه لك الاوبجكت صح معناته هون بده يكون عندي ان ابل صح ان ابل تمام ممتاز حكينا بناء على الأوبجكت إما بحط is أو am أو are صح معناته an apple plural ولا singular ممتاز singular شو بدي أحط لها بدي أحط is طب تحكي لي يا مس ليش حطيتي is برجع بحكي أنا هاي جملة مراجعة اللي هي عندي present simple passive ودليل على إنها الجملة في المضارع عندك every day وعندك الفعل أخذ is eats ممتاز an apple is حكينا قاعدة الـ passive voice is plus ايش plus verb 3 التصريف الثالث للفعل هو eats شو بده يصير eaten an apple is eaten every day تمام هون لعند هون حلنا حكينا صحيح بقدر أكمل وأكتب by Ali وعادي انت إلك الخيار حكينا انك انت تكمل او ما تكمل لكن تعطيني اللي هو السنتنس اللي هي like this an apple is eaten every day by Ali تمام معناته شو الرول اللي استخدمتها انا بدي ارجع اتذكر ايش الرول اللي استخدمتها في حلي للpresent simple passive حكينا اللي هي be plus verb 3 excellent اللي هي القاعدة be plus verb 3 بشكل عام لكن أنا بدي أفصلها إيش بحكي أنا إيش استخدمت اللي هي object ممتاز استخدمت أنا object plus is أو am أو are plus تصريف الثالث للفعل وبكمل السنتنس الكومبلمنت وبحط by وبكمل تمام نيجي هلأ بدنا نستخدم قاعدتنا لليوم اللي هي past simple passive past simple passive أول إشي يمس إنك أنت تميز بين the present simple passive وال past simple passive إنه الverb الverb عندك بيكون في present present في جملة present ولكن في past simple بده يكون عندك الverb past simple يعني verb to مثل المثال التالي Now look at this example My father drove the car this morning My father اللي هي جملة active جملة مبني للمعلوم ليش؟ لأنها تبدأ بإيش يمس؟ تبدأ بالsubject my father والverb verb to وthe car object and this is the complement معناته عندي subject verb لكن الverb هنا verb to و this the car اللي هي object و this morning the complement أو الأدفيرب اللي هو زمن حدوث الفعل keywords دلالة حدوث الفعل تمام My father drove the car this morning okay now
add this sentence. حكينا active sentence جملة مبني للمعلوم. My father subject drove verb with a car object with this morning complement of this sentence. Okay. بدي أحولها to passive sentence لجملة مبني للمجهول. لكن هون يا مس لازم ننتبه إنه الverb عندي drove verb to ممتاز. فأنا عندي زي ما عندي قاعدة present simple passive عندي قاعدة past simple passive. قاعدة ال past simple passive اختلاف بسيط بينها وبين ال present simple passive. إيش هي؟ المضارع يحول إلى ماضي. هو ركز معي المضارع يحول إلى ماضي. إذا أنت فاهم ال present simple passive إيش قاعدته؟ حول المضارع اللي حطيناه فيه إلى ماضي وكمل حل معناته. نيجي هون the car. The car مفرد صح؟ معناته إيش بدي أحلها؟ The car نكمل The car إيش بدها تأخذ؟ ركز معي حكينا past شو بدي أحط؟ was ممتاز was drove verb to شو التصريف الثالث من drove؟ اللي هو driven فعل غير منتظم أوكي؟ driven The car was driven this morning بكمل by my father and full stop. شو حلينا؟ The car was driven by my father. معناته ايش انا عملت؟ اضفت ايش؟ ممتاز excellent. انا اضفت was كانت في present is تحولت في past لواز تمام. نيجي كمان مثال نستخدم فيه plural. Now look at this sentence. أحمد active sentence تمام يمس. أحمد wrote the reports yesterday. Okay. أحمد subject wrote verb the reports object ويسترداي اللي هي link ال keywords. تمام. نيجي هون passive sentence. The reports أنا بلشت لك فيها the reports طبعا انتبه أنا حطيت لك حكيت بدي أحط مثال plural على الجمع تمام. طالما أني أنا استخدمت هون في sentence هاي was طب لما يكون عندي reports plural شو بستخدم؟ ممتاز بستخدم where excellent where. طيب the reports were عندك wrote الverb to write wrote إيش التصريف الثالث منها؟ ممتاز written excellent written the reports were written yesterday by Ahmed and this is the sentence اللي هي The reports were written yesterday by Ahmed. طيب شو الرول اللي أنا اتبعتها؟ مين يحكي لي القاعدة اللي أنا اتبعتها في تكوين الـ past simple passive؟ يلا بنستنتجها مع بعض اللي هي قاعدة past simple passive. شو الرول of the past simple passive؟ نيجي هون نكتب object plus what was أو where plus ممتاز plus verb 3 plus complement تكملة الجملة بعديها ايش بحط excellent by وبعد by شو برجع بضيف السبجكت وحكيت لك انا لعند الكومبليمنت هون حلك صحيح بتحط by أو لا حسب إذا كان موجود عندك في الactive sentence في جملة الactive موجود أو لا أو أنا طلبتك فيه أو لا أوكي يا مس تمام. now زي ما حكينا عنا past simple passive ركز معي past simple passive شو الرول اللي هي was أو where plus verb 3 complement and by بلشنا sentence بإيش بobject جملة الباسف تبدأ دائما في object اللي هو المفعول به المفعول به
look at بدنا نستخرج الرول زي ما حكينا عنا جملة النفي بدي أنفيها أحافظ على النفي والquestion بدي أحافظ على الquestion سواء كان yes or no question or wh question. طب أنا بدي أعطيك rule يا مس rule of yes or no question سهلة. شو بنحكي؟ بنحكي was capital letter طبعا was أو where plus what plus إيش عندي هون بدنا نعكس بيجي عندنا ال object ممتاز the object plus verb 3 plus complement وطبعا إذا بدنا نكمل في by بنكمل وما بدنا وبنحط question mark تمام لعند هون إيش عندنا واضح. طب اجيت حكيت لي يا مس ما اعطيتيني قاعدة النيجاتيف. طب ما هي النيجاتيف سهلة يا مس واضحة ايش هي الواز ايش بتصير wasn't في السنتنس والوير ايش بتصير weren't. خلينا نكتبها كمان عشان نوضح لك اياها اللي هي الواز بتصير wasn't والوير بتصير weren't في السنتنس اللي هي الباسيف العادية. شو بنكتب object plus was ايش بتصير حكينا was not okay or wasn't. وعندنا هنا or weren't or weren't plus verb 3 plus complement وعندك by وعندك بتحط بعد by ايش بنحط بعديها السبجكت تمام. Now these are the rules of the past simple passive. ضل عندنا قاعدة WH questions. خلينا first نطبق اللي هي negative sentence و yes or no question بعدين نروح على WH question. Now I will write a negative sentence and you have to think about it and answer it using passive voice using past simple passive. Now look at this negative sentence. إن هنا في الأكتف في حالة المبني للمعلوم سلمى didn't cook منسف yesterday. هنا عنا طبعا واضحة didn't cook واضح يا مس didn't cook عندك نيجاتيف ولما نحول ل passive voice بدنا نحافظ على النيجاتيف ونحافظ على الكويستشن أوكي. شو بنحكي منسف هنا عنا منسف مفرد طبعا شو بنحط was ولا where طبعا was طب حطينا was بس ننتبه انه عندنا هون didn't شو بنحكي wasn't or was not اوكي. نكمل cook اللي هي ايش بتصير cooked منتظم فعل منتظم yesterday by سلمى ولعند yesterday حلك صحيح اوكي يا مس منسف wasn't cooked yesterday by Selma. طيب now we will write a question بدي أكتب yes or no question وإنت يا مس حاول إنك تفكر فيه أوكي يا مس. عندي active sentence did you or active question sorry did you see Reem this morning. عندنا ال question هون يا مس بلش في did صح did أداة سؤال للverb 2 اللي هو الماضي تمام. Did you see Reem this morning? طيب كيف بدي أحولها لpassive تمام؟ بدي أحولها لجملة passive or question وأحافظ على السؤال زي ما إحنا حكينا. نرجع للقاعدة اللي حكيناها في الصفحة اللي قبلها was aware was aware plus object plus verb 3 complement وquestion mark. خلينا نطبقها هون was aware طبعا هون عندي أنا طبعا إيش بدي أستخدم according to the object. The object عندي مين هو Reem تمام. نحكي was aware طبعا هنا عنا was فراغ
عنا ريم was ريم was ريم ايش طبعا ايش التصريف الثالث من سي سين this morning و question mark was ريم seen this morning question mark تمام now this is how to form yes or no question using past simple passive طيب بدنا نكون ونروح لقاعدة WH questions with past simple passive تكوين WH passive voice يمس مع past simple وإيش هي الرول نمشي على الرول الموجود عندنا WH plus was aware plus object أحيانا بيكون الأوبجكت ظاهر في السؤال وأحيانا ما بيكون موجود يمس هون انت بدك تكون ايش فاهم ايش السؤال وعارف تميز السبجكت من الفيرب من الأوبجكت اوكي بلس فيرب 3 وكمبليمنت وكويستشن مارك لوك ات ذس اكزامبل وات ديد يو ايت طبعا هون عندك دبليو اتش وعندك هيلبينج فيرب ويو وايت طبعا هون ما عندي اوبجكت تمام ما عندي اوبجكت بحل وبتجاهل الاوبجكت في الحل كيف بيصير حل يا مس نحكي وات نمشي على القاعده وات was eaten by you حد بيحكي لي مس وين الاوبجكت ما في اوبجكت في الكويستشن ما في بصيغه السؤال اوبجكت ما بحله مش موجود اوكي يا مس بنكمل هلا راح اعطيك مثال على اوبجكت ظاهر في الكويستشن اوكي وبنحل حسب القاعده مش موجود الاوبجكت بتجاهله وبكمل حلي اوكي يا مس what was eaten by you هون اعتقد مثلا انا جاوبت انه I ate an apple نجاوب اكلت تفاحة عشان هيك استخدمت مفرد ولو كتبت where صح لك اوكي يا مس نكمل look at this example where did you send the cat ركز هنا عندك مثلا عندك helping verb عندك you subject and عندك هنا the cat وعندنا الverb صح يا مس نيجي هون where did you send the cat نيجي نكون question بدنا ننتبه انا لما بكون question هون بدي انتبه انه انا عندي object والobject ظاهر تمام شو بحكي where بمشي على القاعدة where the cat مفرد صح شو بنحكي where ايش where was The cat sent. Okay. Where was the cat sent? The question mark. Where was the cat sent? The question mark. هون عندي الأوبجكت ظاهر في حلي ظاهر في السنتل في الكويستشن فأنا استخدمت القاعدة اللي شرحتها أوكي يا مس لكن لما يكون عندك الأوبجكت مش ظاهر بتحل وبتتجاهل إيش وجود الأوبجكت تمام يا مس now that's all for today thank you and thanks for listening هاي القاعدة الوحيدة المطلوبة منك يا مس في الوحدة العاشرة إن شاء الله الفيديو القادم رح نحل التمارين الموجودة في الستودنتس بوك والأكتيفيتي بوك